نبدأ حلقتنا اليوم بشغلة جدا مهمة وهم مذكورة بالقرآن، ألا وهي الرمان. يقول لك الشيف دائما يحب يقصص أموره والخضروات ملوته عشان بالنهاية يطلع طبقه ممتاز وما تنقصه أي مكونات. إذا تكلمنا عن الرمان إحنا نقدر ننتجه بالكويت خصوصا داخل المحميات، وسنة يعطي وسنة يكون قليل. الرمان ألوان، لكن في منه شاي أو شاي اللي أنت تحب تقولها، جدا مهم حق الجهاز الهضمي، زائد أنه هو يرفع المناعة، ومن لونه الأحمر قلنا أنه يقوي الدم، فهذا شيء جدا ممتاز. والرمانة الوحدة أقل شيء فيها 1000 حبة، يعني هذا شيء يميزها، زائد أنه أنت لما تأكل رمان دائما نسمع يقولون لا تخلي أحد يأكل معك لأنه في حبة الجنة، شنو قصتها؟ أنتوا قولوا لنا، إذا تعرفون دزوا لنا إياها. هذه سلة الشيف، وأنا أشوف أنه كالة معطينا صوص أنار. أنار بالإيراني يعني رمان. شركة كالة بنستخدم الرمان مالها. وشيف تفضلي. شكرا. اللي يميز الشيف أن هي دائما تستخدم الخيار والأشياء هذه بقشورها. الفائدة الأساسية من الخضار والفواكه تتركز بالقشرة. اليوم موضوعنا كان جدا بسيط لأن أنا أشوف عدة أنواع فيها فوائد قدامي، لكن قبل لا نطلع ونشوف طبقنا الجانبي احنا دائما نبدي برنامجنا شيف بشنو؟ معلومة مطبخية. في جذور ما نقدر نستغنى عنها ببعض الأكلات، فدائما لما يقولون نبي ناكل هالشيء أنا ما أقدر أسويه إلا بجدر شنو؟ بالضبط، جدر الفار. جانب اليوم راح يكون عبارة عن سلطة فيها ألوان معينة اللي هي الفتوش. حلو. وراح نستخدم الصوص نفسه دبس الرمان. صلصة دبس الرمان اللي هي صوص الأنار مال شركة كالة. أيوة. اللي هي الراعي الرسمي معانا بالبرنامج. أي نعم. مثل ما تشوفون هذا مقاديرنا، عندنا هني كوب واحد خس مقطع بالإيد. طبعا عندنا هني حبه واحده خيار، عندنا هني حبه واحده طماط، بس انا شايله اللب اللي داخلها عشان ما تصير وايد فيها ماي معنا. هني حبه واحده جزر مقطعه مكعبات، ربع كوب رمان، وحبه واحده هني فلفل اخضر رومي، خبز محمص، وعشان الدريسنج عندنا هني قفشتين ليمون، عصير ليمون، قفشتين زيت زيتون، حلو، وثلاث قفاش خل البلسمك، وبستخدم الملح، وقلت صوص ال بمقرانت عشان لا حد يزعلتي قلناها بكل اللغات، دبس الرمان. حلو. اول شيء بخلط الدريسنج، هذا الليمون، هذا زيت الزيتون، عندنا خل البلسمك، وبنحط شوية من دبس الرمان. يعني مقدار ملعقة مثلا ولا على حسب الرغبة هذه؟ 3-4 على حسب، اللي يحبها شوي يكون فيها حلال. حلو. يزيد. أول شيء بحط الخس، الخيار، عندنا الطماط، الجزر، الفلفل الأخضر الرومي، الرمان بحط منه شوية، وبعدين بزين فيه الفتوش من فوق مع الخبز المحمص، وبعدين نزينها مثل ما قلت بالخبز المحمص، وباجي الرمان. حلو. والصوص احط طيمه، يفضل انه وقت الاكل ينحط اساس ما تذبل السلطه مثلا. خليه حق اخر شيء كذي. هذه
سلطتنا او فتوشنا خلص. حلو شيف، بما ان استخدمنا دبس الرمان او صوص الرمان، شنو في اكلات نقدر نسوي فيه دبس الرمان؟ اي يعني مثلا الحين احنا شفنا بس سلطه، شنو نقدر نستخدم؟ ورق العنب. حلو. عندك في بعض التتبيله اللحم. حلو. كنا تبد الدياي مع دبس الرمان. أيوة. موضوع حم بعد. حلو اللي هي السوداء اللي مع دبس الرمان. حلو ممتاز. انزين عشان نطلع ونروح حق طبقنا شو يسمونه الرئيسي، قشور البيض منهم فايده؟ مو زراعه الموضوع، احنا نقدر نزرع فيهم ومفيدين جدا وفيهم كالسيوم، بس احنا اذا بنقول قشور البيض منهم فايده، يفرق مثلا اذا كسرنا البيضه مقليه او مفيوحه؟ يفرق؟ يفرق بس ما راح تقول. حلو. زين نطلع نشوف تدرون ولا ما تدرون، ونشوف ان قشور البيض شنو فيه منهم فايده، وعقبها نروح حق طبقنا الرئيسي. تدرون ان قشر البيض يحتوي على كالسيوم اكثر من البيض نفسه؟ لكن لما نغلي البيض بالماء بدرجة حرارة عالية ينتقل الكالسيوم من القشرة للبيضة نفسها، عشان كذي الأطباء دائما يوصون بأكل البيض المسلوق بدل المقلي. والحين ببدي معاكم طبق رئيسي اللي هو المقلوبة. طبعا مقلوبتنا اليوم بالدياي، العادة يسوونها باللحم او بالخضرة، وفي بعضهم يسوونها بالسمك او بالقهوة التونة. تنفع بعد جدر ضغط؟ لا لا ما ينفع، عادي يبيلها شوية هذه كم شغلة. وفي بعضهم هم بعد ربيان يسوونها بالربيان. انا اليوم بسويها بالدياي. عندنا هني دياية انا فحتها وقليتها بهالشكل، عندنا تشيلة عيش او تشيلة ونص تقريبا، هذا عندي الزهرة هم قليتها، الفلفل الاخضر الرومي هم مقلي شرايح حلقات مقلي، البديان مقلي، بس الطماط عندي والبصل والثوم اللي مثل ثلاثة فصوص. على حسب تفتح فصوص اربع عادي، تبي تزيد البصل تبي تزيد الطماط عادي، هو ما له مقدار يعني عادي اللي انت تبي. عندنا هني ماي فوح الدياي، يعني اليوم ما عندنا مكعبات، نشوف ايش كثر تبين. بعد شوي الحين نزيده، بعدين تقولين حطيت وايد. خلاص بس ممتاز. خلي ماي فوح عندك شويه. اي حاضر، هي احسن من المكعبات، شيء فريش كذي احنا مستخدمينه. اول شيء الثوم وشرح شويه، طبعا هي راح تصير طبقات مع النار شويه. حلو. عندنا بعدها بضيف البصل عشان بالقاعه شويه طبعا تزيد شويه دهن. انا شيف قلت لك انا وايد كريم بالزيت يعني مثلا، فقاعد اقول لك قلت لك انت قلتي كافي. بعدين احلى عشان يتكرمل البصل ونرتاح من ريحته. انا صدق ان امون عليه بالزراعه، بس ما امون عليه الا لما ينطبخ صراحه يعني. بس شويه نشوح البصل مع الثوم، بعدين راح احط عليه الدياي، ومن بعدها حط باقي الخضره وكت على العيش. طبعا عيشنا مغسول ومنقوع، مو طبخته ولا شيء، بس قاصلته ونقعته. شو اسم اكلتنا اليوم؟ مقلوبة الدياي. زين شنو يعني مقلوبة؟ هو انه يصير الخضرة والدياي. ايه. قاع الجذر. حلو. بعدين نقلب الجذر. يعني كل هاللوية هذه كلها عشان آخر شيء نقلب جذر بس، صح؟ اي بس. فوالله أنا مشتهي مقلوبة، أنا ودي آكل مقلوبة، فطورنا اليوم مقلوبة، آخر شيء هي كل المكونات إنها مكبوس دياي بس إنها مقلوبة. لا مكبوس دياي ما حطون فيه خضرة، مكبوس دياي حطون فيه حشو بس. نردي أنصف. زين دياي عادي أخليه كذي وأقدر أقطعه أخليه مثلا صدر بروح كذي؟ أيوة بروح. أيوة. عادي. اي عادي، بس أنا حبيت أسوي شيء. حط البريان كذي، بعدين حط الطماط
عندنا حلو زهرة الرومي. خزنتها الزهرة ولا فريش؟ صعب بالصيف نزرع زهرة. لا. فأتوقع أنها دائما اللي مثلا ياخذ زهرة أو مثلا زارع كمية كبيرة يقدر يفرزنها بنفسها كاملة كذي أو يقطعها صغار يستفيد منها حق الصيف لأنه ما تنزرع بالصيف صعبة. أعطني الصحن. حطينا الحين على طول بنكت العيش. العيش هالطريقة نقطع فيه ونقطع الجدر كله هالطريقة كذي. نكب ماء الدياي على طول؟ اي بس شوي شوي. ايوه ولا وجع؟ لا لا هو بالنهاية راح ينترس يعني. ثاني بعد يلا شوية بعد بعد بس ونخليها أول شيء أول ربع ساعة على ما تنشف معنا على نار عالية وبعدين نوطي عليها ومثل ما قلت كل مرة يفضل ان نحطها تحت حديدة حديدة توزع الحرارة. حلو زين شف زهرة اقليها بنفس الوقت ايه؟ وقت يعني مثلا وقت اللي ببلش ولا عادي اقليها واخليها فترة طويلة؟ لا 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 لان تصير لينة شوية هي تقلي الخضرة كلها. حلو قبل لا تسوي شغلك نقطيها الحين ونخلي ربع ساعة مثل ما قلت على نار عالية لحد ما ينشف معانا الماء وبعدها نوطي عليه ونخليه على نار هادية على ما يستوي. بعد ما يخلص نقلبه مثل ما قلت نقلبه بالقنشة بالصينية اللي احنا نبيها. حلو ونزينه بالسنوبر والخضرة واللوز يكون عندنا جاهز. زين شف اليوم انا شفت وايد اشياء بس ما شفت ليمون. احنا الليمون دائما نستخدمه بكل شيء. بلا حطيت في ليمون؟ ما قلتي ليمون شف؟ بلا قلت عصير ليمون. عصير ليمون ايه صح بالطبق الجانبي إيه؟ يعني شيء مهم نقدر ننظف فيه نقدر نسوي ديتوكس اللي هو دائما ممتاز لانه يزيد نسبة الاكسجين بجسم الانسان. فتشربين الماء تسوينه ديتوكس؟ وايد وتحطين ليمون ونعناع وهالامور هذه؟ دايما. حلو انزين فوايد الليمون وايد. احنا قلنا نقدر ننظف فيه المطبخ نعقم فيه الاماكن نشيل البكتيريا. ما في منظف يخلي من ليمون زائد انه ما في كريمات تحمي البشرة ما فيها قشور ليمون او الليمون نفسه. قلنا نتبل منه نسوي وايد اشياء لكن فوائده بشكل عام وخصوصا حق الجسم. ودائما اذا كنت صايم تحتاج انه شيء يعوض نسبة الايونات اللي بجسمك تنقص او الاكسجين بشكل عام. نطلع نشوف تقريرنا عقبها عندنا طبق شنو حلو ولا عصير اليوم؟ لا حلو. حلو؟ ما راح نحرق اسمه. نطلع نشوف تقرير الليمون اللي هو السيترس بالاسم العلمي وعقبها نشوف طبقنا. الليمون كلمة فارسية وتعني ضد السم، وهذا يعني قدرة الليمون على تنقية الجسم من السموم المختلفة والوقائية من الأمراض. إن للليمون استعمالات شتى، فيشرب كعصير ويضاف هو أو عصيره للسلطات، ويضاف إلى بعض الأطعمة ليكسب نكهة حمضية، كما أنه يساعد في إخراج البلغم ويفيد حالات البرد ويهدئ الكحة ويهدئ المغص. ويعد الليمون مطهراً منزلياً ومعطراً ومنظفاً وملمعاً للذهب والنحاس، وأيضاً مقاوماً ضد الحشرات. كما أن الليمون غني بمضادات الأكسدة الطبيعية التي تحسن من كفاءة الدورة الدموية وتفيد مرضى قصور الدورة الدموية، الدوالي، المفاصل، الشيخوخة، ويعمل على الوقاية من السرطان. كما أن للليمون مصدر جيد جداً للألياف الغذائية بنسبة 5% والتي تحد من ارتفاع السكر والدهون بعد الوجبات، ويحتوي على فيتامين سي بنسبة 112 ملغرام في كوب عصير الليمون. We'll be right back.
معاكم حق طبق الحلو اللي هو أم علي. طبعاً أنا هني استخدمت الكرواسون، قطعته وبعدين حمصته بالفرن تقريباً هذا تشيس صغير كرواسون أنا قطعته وحبسته بالفرن. بعدين عندنا هني كوبين حليب، وعندي هني ربع كوب جوز الهند وخمس كفاش شكر، عندي ربع كوب لوز شرايح، ربع كوب فستق، وعندي شوية فانيليا وقبشتين نشا. وهني عند الجيمر علبة واحدة، وعندي كوب واحد حليب. هذيلا راح أخلطهم مع بعض مع شوية فانيليا، وبعدين بحطهم على الوي. بس في البداية راح أسخن الحليب مع النشا مع الشكر. شف، بس انا قريت على شو اسمه الجيمر مكتوب خامه كريمي. شنو خامه كريمي؟ يعني جيمر. يعني الجيمر عندنا من الراعي الرسمي كالة، شركه كالة خامه كريمي. وبعد واللي ما يعرف يقدر يدش اكاونتهم، وحاطينها باكثر من لغه، عربي انجليزي. فخامه كريمي تنا احلى شوي، ولا لان ام علي بعد الموضوع نفس الشيء. حلو. حطينا الشكر وحطينا الحليب، الحين نحط النشا، نحط شوية منها، وبعدين بحط الباجي هني، هني بحط هم بعد شوية فانيليا، الباجي بحطه مع الصلصة اللي راح أحطها فوق. الحين نبدأ نحوس. لما يثقل؟ لما يثقل معانا، ما بيثقل وايد، شوية. أي حاضر. هذا الفايركس عندي هني، أنا بحط فيه الكرواسون أنا مقطعته مثل ما قلت لكم وحمصته بالفرن. اللي يحط فيه كشمش اللي هو زبيب عادي على حسب رغبتكم. هذا هني عندنا المعه، الحين أرش عليه شوية جوز الهند، وبحط شوية لوز، شوية لوز كذي بالطريقة، شوية بستر. عاد المكونين اللي آخر شيء زدتيهم يعني جدا ممتازين، يشيلون الأرق و يقوون الجسم ويشيلون الكسل، فحلو يعني. حلو أم علي اسمها. على ما أنت تخلط عندك الحليب. إيه شيف، لأن أنا عندي جدرين يعني دير بالك. أنا هنا بدي أخلط الطبقة اللي راح أحطها فوق بعد ما أحط الحليب، شوية من النشا تقريبا نص قرشة. شوف ليش نحط نشاتي؟ بس عشان يثقل يعني، يثقل الموضوع. انا ما احبها وايد خفيفه. ايه نحط باقي الفانيليا. حلو. زين خامه كريمي مثلا نحطها، قصدي الجيمر. الجيمر الحين بحطها. حلو. نحط الجيمر. ما تقلق، لا والله مو راضي ازيدها. شو اسمه طحين؟ خلصنا من الزيت، الحين بزيد الطحين. لا هي لازم تكون وسط يعني، مو ثقيله ثقيله صح؟ ايه. شف ليش يسمونها أم علي؟ والله ما أدري، أنا دائما أسأل نفسي هالسؤال يعني، لما تقعد بالبيت ويقولوا لك يعني شنو هالحلو شنو هذا؟ والله اليوم مسوين أم علي. زين ليش يعني؟ أول واحدة أم علي اللي سوتها؟ ما أدري والله. ممكن. ماذا قلت؟ هو تقريبا شف بعدين. كنا زينة زينة شف. وبعدين بعد ما نصب الصلصة هذه والصلصة الثانية نزينها بالمكسرات، ندخلها الفرن تقريبا تاخذ لها 10 دقائق. نبدي نصب بالطريقة هذه،
زيادة. اللي يحبها تكون أكبر طبعاً بايركس أكبر يزيد الكمية بدال تشيس يحط تشيسين. تشيسين من شنو؟ تشيسين كواسون. كواسون. في شيء ثاني غير الكرواسون نقدر نسوي فيه بس هو الكرواسون اسهل. لا عجينه البيف باستري. بيف باستري؟ اي حلو. تقطع مكعبات، هي مربع كامل نقطعها اربع مربعات وندخلها الفرن. خلاص تنطبخ معانا وتكون جاهزه ان احنا نسوي فيها. كذي خالصي؟ كذي خالصين ندخلها الفرن بس. زين قبل لا ندخلها الفرن؟ ايه اشوف المكسرات اللي بيدك. شوف لا في شويه بس ما يخالف. احنا دائما نشتري هالاشياء وهالاشياء غاليه للامانه، يعني الفستق اللوز الكازو او الكاجو سعره غالي، لكن شلون نقدر نحافظ عليه؟ انا احطه في الثلاجه او بالفريزر. حلو. الكميه ممكن تكفيك مثلا شهر؟ لا انا المكسرات ما اطول معي، السنوبر الفستق هذيل انا دائما استخدمهم فما يطولون. يعني احنا اذا بنخليهم بالمطبخ ممكن نستخدم الاشياء الزجاج ويكون يعني محكمه القلق. ايه؟ يصير معانا لي شهر ما في اي مشكله، لكن اذا يبي لك كميه وايد مثلا صوغه من برا يبي لك مكسرات وحسيت ان الكميه كبيره فرزنها او قسمها وحطها بالفريزر، تظل من 4 أشهر ل 6 أشهر نفس الطعم هيلثي طبيعيه وما فيها اي مشكله. لكن اذا انت خليتهم اكثر من شهر برا نسبه الرطوبه، لان دائما المكسرات فيها زيوت عاليه فبسرعه تتاكسد وتحس ان هي صارت لينه، فكذي نقدر نحفظهم. لكن سلطه فتوش وبعدين مقلوبه جدر، مقلوبه جدر، وعقبها ام علي ام جاسم ام الام اللي بيتكم هذه هي. هذه أطباق اليوم مثل ما شفتوا في البداية سوينا الفتوش وزينته بالخبز المحمص وحطيت عليه الرمان. عندنا هني الدريسنج اللي سويناها اللي كانت عبارة عن ليمون وزيت زيتون وخل البلسمك ودبس الرمان. بعدها سوينا هني المقلوبة، مقلوبة الدياي. بعد ما قلبناها من الجدر حطينا عليها البقدونس واللوز والسنوبر. طبعا مقلوبة الدياي مو شرط نسويها بدياي، نقدر نسويها بلحم مثل ما قلت لكم، دياي اللي تحبون، ربيان اللي تحبون. المهم انه بالنهايه نقلب الجدر بس. بعدها سوينا ام علي مثل ما مصممه. اي بعد هي مقلبه ما نقدر نغير، وهذا شكلها بعد ما طلعت من الفرن شوي تحمرت عندنا وثقلت الصلصه لان الكرواسون شرب الصلصه اللي سويناها. طبعا اذا قلنا مقلوبه لازم معاها روب، فاليوم احنا حطينا معاها روب بالبديان من راعينا الرسمي كالا. حلو. وان شاء الله بس شنو مكتوب عليه؟ تبي نقدر نقرا اللي مكتوب؟ لا ما ادري، خلينا نشوف. مست المهم روب بديان. تبون تدشون اكونتهم وممكن تحصلون اللي تبونه بجميع اللقاط، موجودين عندهم اكثر من شغله يوصلون للبيت، ممكن تحصل بعض الجمعيات هذه المنتجات وتقدر تاكل منهم. وهم استخدمنا دبس الرمان مالهم. ايه حلو. تسلم ايدك. الله يسلمك. ما راح اقول لك لا حقيقه ولا خرافه ولا شيء، لان الوضع الخرافي اللي قدامي ما يسمح ان انا اقول بعد معلومات، لكن عندي شغله واحده، المقلوبه اللي مسويتها والصحن اللي محطوط هذا يبي له حصيره، والصحن هذا تراثي برمضان اتوقع، ويعطي هني فايده، يعني هذه فايده انا من عندي. اي وقلب هي قالت نطاعة وانا احس ان الوضع لذيذ، فنشوفهم باكر ان شاء الله ببرنامج حكوكه، وانا اشوف في حكوكه هني فما